نروح مع حضراتكم لأسوان، وكان في حالة من البهجة في أسوان مع افتتاح انطلاق فعاليات مهرجان أسوان للمانجو 2022 واللي بيتم تنظيمه بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. بيستهدف ترويج وتسويق منتجات المانجا الأسواني وزيادة حجم الإنتاج ل 600 ألف طن سنويا في أسوان. وسط حالة من البهجة والاحتفال بالموسم الجديد بمحصول المانجو، انطلقت فعاليات مهرجان أسوان للمانجو 2022، والتي تمتد فعالياته حتى الأول من يوليو المقبل، ويقام بالتنسيق بين محافظة أسوان ووزارة التجارة والصناعة. يضم المهرجان 45 صنفاً من المانجو من إنتاج محافظة أسوان. إدارة الاستثمار بالمحافظة فتحت باب التسجيل وتلقي طلبات كافة المزارعين والتجار للمانجو بجميع مراكز ومدن المحافظة للمشاركة وحجز الأجنحة في المعرض الذي سيخصص لعرض منتجاتهم من المانجو بأنواعها وأصنافها المختلفة، خاصة أن المهرجان الأول حقق نجاحاً كبيراً في التسويق لمانجو أسوان. يستهدف المهرجان استثمار الثروات الطبيعية ومنتجات أسوان الزراعية وتسويقها اقتصادياً، وكذلك عرض الأصناف غير المعروفة للمانجو وطرحها على كبار التجار والمصنعين والمستثمرين والمصدرين أيضاً. ومن الناحية الاقتصادية، يستهدف المهرجان تبني مشروع قومي لزيادة المساحة المنزرعة بالمانجو بأسوان لتصل إلى 70 ألف فدان، ويصل حجم الإنتاج إلى 600 ألف طن سنوياً، وبما يحقق الوصول إلى 50 مليون شجرة مانجو بأسوان. كذلك يستهدف المهرجان إقامة مدينة لوجستية للمانجو تتولى خدمات الفرز والتعبئة والتغليف والتخزين، بجانب إقامة وحدات مركزات لرفع القيمة المضافة من الأصناف الأقل جودة، بحيث تخلق سلسلة متكاملة من الإنتاج إلى التصدير للمانجو.